على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف تاركين وراءهم بيوتا مدمرة وشهداء تحت الأنقاض وأمامهم مستقبل مجهول زاده صعوبة قرار عدد من الدول وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بقلق بالغ قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين النار شريان الحياة عنها الانار وهي طب مين بده يطعمينا مين يشربنا بعد الحرب وبعد يعني والله يكون معي الناس هيدا إيه بدي احنا كشعب فلسطيني شو ذنبنا ارضنا احتلت حرب دمار ما لناش بيوت عايشين لاجئين حروب كثيره مرت علينا وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني يمكن ما عاد لنا حتى اي امل بالحياه ومنذ السابع من اكتوبر اصبح معظم سكان غزه البالغ عددهم اثنين وثلاثة من عشرة مليون نسمة اكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الانروا، بما في ذلك حوالي مليون شخص فروا من القصف الاسرائيلي ولجاوا الى منشآتها احنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لالنا ما وجدنا انه الدول الاوروبية ساعدتنا انا ايش ذنبي كطفله فلسطينيه انه ما اطلق هذه المساعدات ايش ذنبي اعيش في هذا الرعب في هذه الخيام اللي احنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب قاعدين بنجوع ولطالما انتقدت اسرائيل دور الانوروا وزعمت انها دعمت حركات المقاومه الفلسطينيه لسنوات وهو ادعاء تنفيه الوكاله وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصا